هما ما حاملاش نديرو صراحه. ولكن اضطريت ندير الوقت بزاف، كلشي غلبني، كلشي غالي، كلشي ما بقيتش قادره على حتى شي. شنو القصه ديال فاطمه؟ القصه ديال فاطمه عايشه بوحدها، عايشه محنه، عايشه معذبه، عايشه مرمده، عايشه ما عنديش الصحه، ما عندي اللي يخدم عليا، اللي يخدم عليا، لا حتى شي حاجه، ما كانش حتى حاجه من حتى شي جهه. فين ما مشيت كيقولوا لي سيري بلاتي، سيري واقفه، سيري من 2017 الماتش، من 2018 وانا كنجري. قرب الميكروفون، قرب منكم. وانا كنجري ما كاين حتى شي حاجه. انت من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني واش تزاديتي هكا ولا شو وقع لك؟ لا، ملي صغيره، ملي باقا كنحبو. ملي صغيره ما خليت حتى شي جهه، والو خويا ما كاينش اللي لا حنين لا رحيم لا والو. دابا انا دار عليا الكره بزاف، غلبتني الوقت، وانا مريضه اصلا، مريضه السكر، هاد الضغط، ها كلشي. يعني ما عندك لا عائله؟ ما عنديش العائله. العائله هي الوالدين الله يرحمهم ميتين. انت يتيمه؟ انا يتيمه. والدي تما كانوا فقراء، ما خلو والو. وهذا هو اللي كاين اخوتي. كيفاش كتعيشي الظروف ديالك؟ عاودي لنا يعني كيفاش كتدوزي هاد الازمه، يعني الغلا؟ كنعيش الظروف ديالي، اللي قدرت عليها راه كنجيبها، اللي ما قدرتش عليها راه كندير منها مناقص. كنعيش الظروف ديالي مزريه بزاف واعره. كيفاش كتوفري المصروف ديالك يعني؟ واخويا يعني كتمشي ربما عن الناس اللي عطاوك شي حاجه، ما اللي يعطيك شي حاجه واللي ما يعطيكش. وطلعتي للناس، طلعنا حتى للناس في راسهم. حنا طلعنا للناس في راسهم، حنايا ما كنقدروا لا نطلبوا لا والو. كنكذب عليك الكذاب، انا كنمشي نبغي نطلب، فمي ما كيبغيش يتحل، فم ديالي ما كيبغيش يتحل. كنقعد قدام الواحد ولا قدام شي وحده، فمي ما كيبغيش يتحل من عند الله سبحانه. واخا محتاجه، ها؟ واخا كتوصل فيك العظم، واخا تلحق فيا العظم، ما كيبغيش الفم ديالي يتفتح لي. كنبغي نقول لبنادم فمي كيتسد، كيبقاش يبغي يتحل. كتبع لك الكذاب اللي يقول لك كيرضى يطلب. ربما قهرك الزمان. ولكن الزمان اخوتي قهرني. حاولي ترفعي الصوت ديالك، راه الناس باش يسمعوا. قهرني الزمان اخوتي، قهرني الزمان، قهرني الزمان. انا كنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني، كنطلب منهم يشوفوا من حالي. هذا هو اللي كاين، ما نضر كاع لكم حتى حاجه، كلشي راه قدامكم. شنو نوعيه الاعاقه ربما اللي عندك؟ انا عندي الشلل. يعني ما كتقدرش تمشي في رجلك؟ لا، ما كنتمشاش، ما كنتمشاش. عندي الشلل اخوتي انا، ها الشلل، ها رجل مرحيه هادي تاهي. كنت ملي طحت تشق ليا الورك، وقعدت واحد العام ونص وانا فوق السداري مجبده، تاهي يا ركنات صافي. ما كنقفز، كنحبو، هذا هو اللي كاين. كون قدرت نخدم غادا نخدم، غادا ندير ميناج، غادا ندير. انا كنجري وكنجاري وكنطلب عيد كيوسك فين نبيع ونشري فيه، ما كاينش اللي تسوق ليا، لانه هذاك البيع الشرا غلبني. خصني اللي يهز ليا، خصني اللي يحط ليا، خصني اللي يفرش ليا، خصني اللي يجمع ليا. ما قدرتش على داكشي. ما كتستافدي من حتى شي دعم؟ حتى من شي دعم ما كنستافد من حتى شي حاجه، حتى خبزه، حتى قلم السكر ما كنستافدش منه. كاين نهارات اللي ما كتلقي باش حتى باش تشري خبزه؟ كاين نهارات اللي ما كنلقاش، كاين نهارات اللي ما كنلقاش باش نشري الخبز، ما كنشريهش. لهاد الدرجه وصل فيك الفقر؟ لهاد الدرجه وصل فيا، اما انا كاع ما رضيتش ندير هاد الفيديو، ما رضيتش ندير، وانما الغالب الله صراحه. هادي الصراحه. شنو الاحتياجات ديالك؟ شنو محتاجه؟ الاحتياجات ديالي خويا راهم باينين، الاحتياجات ديالي راه باينين. الماء، الاحتياجات ديالي انا محتاجه خوتي بزاف. انا كيجيني غير الضو والما كنتخلع، كيوصل الشهر كنتخلع. انا ولا في واحد الوسواس، وليت باغي انا كل ما كانش انتحار حرام كون انتحرت. كنت خشيت تحت شي طوموبيس ولا خشيت تحت شي كاميو من حياتي، ولكن حرام مع الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. انا غنحط حدايا، اش غنقول لك؟ ما بقيتش عارفه اش غنقول، ما بقيتش عارفه اش غنقول. اش غنحيي؟ يعني ما كيحن فيك حد؟ ما لا والو، ما كاينش. واش يعطوك اليوم يعطوك غدا ويعطوك الحياه كامله؟ راه ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش. راه غير يحن فيك اليوم، راه ما غيحنش فيك غدا. اللي غيعطيك اليوم راه ما غيعطيكش عاوتاني غدا، راه ما يمكنش، راه ابدا.
هادي راه ما كايناش، راه عائلتك وكتعيا بيك في بعض المراني. قولي يعني الرقم ديالك اللي بغيت تعاون معاك. بغيت تعاون معايا عندي الرقم 06 87 47 66 40. عاودي الرقم 07 06 87 47 66 40.